صغار ديال الشباب الدري تلقى ما كيسكنش مامو كيسكن سامسونج وغادي يدي خدمه ودار ودير الله يبارك فيك الحجام كتبلي هذا باريس وصاحبو كومونتي عام دقيقه ولو بالحجام ونشوف فريق القيم ديالي للمهرجان ديال الضحك الجديده فكنظن ما محتاجش الراي ديالي راه راه باين زعما شي حاجه اكثر من رائع وخير دليل انه وصل الدوره 11 يعني راه الناس ديالو كيجتهدوا نهار على نهار على نهار وكما قلت لكم راه باللي وصل الدوره 11 هذا كيدل على انه راه مهرجان ناجح جيبت ستاند اب كبرنامج في حقها كانت مدرسه كما نقول لك بحال قصرات علينا واحد شويه ديال الطريق نقصات المسافات عرفاتنا على البوبليك ولاو تيعيطوا علينا دابا دي فيستيفال تيعيطوا علينا الاعمال شي كله الحمد لله بالفضل ديال الله عز وجل وعاد ستاند اب دابا دابا السوبر مارشي كتدخل ليه شي وحده عليها الامان كدور كتقدم مكاينش اللي كيهضر معاها وجيبها داخله ليا شي جوقيه خاصه الا كانت الزين ولا طايب كلشي كاين وترى ما جاي داخله كيضرب على الاول كيبدا يعيط لصحاب الجوقيه واحمد واحمد هو راه ما كيديش واحد سميتو احمد عام وباص يعني انتباه كدوز من قدام الاول واقف قدام محل كيبدا يعيط على صاحبه لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.